السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده يهمك لو انت طالب جامعي، بصراحة انت هتشكرني بعد الفيديو ده، وهعلمك ازاي تقدر تلخص المنهج بتاعك. كل ده هيتم في 15 دقيقة. طب ازاي ده؟ يعني المدرس او الدكتور بيدي لك المنهج كامل في ترم انت تلخصه في 15 دقيقة؟ كل الكلام ده هيتم في الفيديو ده. تابع معايا كده الفيديو، انت هتنزل التطبيق اللي انت شايفه قدامك ده كده، اسمه دوت دوك ال ام، ده تابع لشركه جوجل، يعني ده خاص بشركه جوجل للذكاء الاصطناعي، طبعا متوفر في اي هاتف سواء كان اندرويد او اي او اس. دلوقتي بتفتح عندك البرنامج زي ما انت شايف كده، وبعد كده بتنزل تحت تقول له هنا انشاء دفتر ملاحظات جديد. طبعا لو الكتاب بتاعك ممكن تلخصه في 15 دقيقه، كتاب بتاخده ترم كامل كام شهر هتلخصه في 15 دقيقه بس، سواء كان ملف بي دي اف او ملف صوتي او حتى كمان موقع الكتروني، لان في بعض الدكاتره بيرفعوا ملخصاتهم على مواقع الويب، او حتى كمان عنوان على يو ار ال، ممكن المحاضره متسجله على عنوان يو ار ال على اليوتيوب، او حتى كمان نص منسوخ او نص كتابي حد بعت لك حاجه على الواتساب انت عايز تلخصها في ربع ساعه 10 دقائق دقيقتين بالكتير، ممكن تعمل كل الكلام ده. مثلا انا هختار ملف بي دي اف، وهختار مثلا كتاب بيتكلم على الفيروسات او بيتكلم على البرد، زي ما انت شايف كده بتضغط عليه ضغطه تمام، ويتعمل هنا ابلود زي ما انت شايف كده. وبعد كده بعد ما يجي يخلص عمليه الابلود زي ما انت شايف، روح عندك على تحت هنا حاجه اسمها المحادثات، هضغط عليها ضغطه هنا، وبيبدا يقول لك هنا البرد الشائع، وبيبدا يقول لك ده كل الكلام او المصادر اللي انت بعتها لي من البي دي اف، انت عايز تلخص الكلام ده في مقطع صوتي، كل عليك بس بتروح عندك اضغط على ملخص الصوتي، وبعد كده بتعمل انشاء. قبل ما تيجي تعمل انشاء اضغط عندك على كلمة تخصيص، انت بقى عايز المدة تكون قصيرة ولا متوسطة ولا طويلة؟ انا ممكن اختارها مثلا قصيرة، او عفوا قصيرة تمام، وبعد كده بضغط عندي على كلمة انشاء. هنا بقى بيختار هنا المقطع الصوتي بتاعك، او بيلخص لك المنهج بتاعك ممكن في دقيقتين او اربع دقائق بالكتير قوي. انت عايز تعمل منهج او بتطول في المدة بتاعتك، عادي جدا مفيش اي مشاكل، اعمل المدة متوسطة او طويلة بحيث انك تقدر تستمع الكونفرزيشن اللي هيحصل معاك في المحادثة. طبعا انا عامل الكلام ده قبل كده علشان انا ما اطولش عليك، وعامل اكتر من محادثة هنا زي ما انت شايف. هنا بيقول لي هنا مصدر او البرد الشائع، ارشادات العناية والوقاية، بتروح عندك تعمل تشغيل، وزي ما انت هتشوف دلوقت انت عملت تشغيل للبرد الشائع. اسمع كده معمقة النهاردة، هنتكلم عن موضوع كلنا عارفينه كويس، خصوصا لو عندنا اطفال، اللي هو البرد الشائع او نزلة البرد. هنغوص شوية في تفاصيل بناء على معلومات من موقع www.ahs.ca health. النشرة بتاعتهم عنوانها، طبعا انت حضرتك بتحط سماعات الايربود بتاعتك وتسمع المنهج بيتكلم عن ايه. طبعا انت لما تيجي تسمع حاجة زي كده انت على طول التلخيص هيبدا بقى يشتغل في دماغك، يعني الكتاب كله انت لخصته في مقطع صوتي مدته تقريبا 13 دقيقه. طبعا لما تيجي تروح عندك على الكمبيوتر بتلاقي الوضع مختلف تماما عن التطبيق ده، هو نفس الموقع ونفس التطبيق، لكن الوضع بيكون مختلف او باوسع شويه. يعني مثلا انا رفعت هنا البي دي اف بتاع البرد الشائع زي ما انت شايف كده، بتعمل ملخص بالفيديو او بتعمل حتى كمان خريطه ذهنيه زي ما انت شايف، الخريطة الذهنية اللي هو بيعمل لك مثلا برانشز او بيعمل لك فروع زي ما انت شايف كده. طبعا ده اختبار، ممكن تعمل اختبار لنفسك عادي جدا من خلال البرنامج. هتيجي تنزل تحت كده شوية تلاقي هنا برضو المقطع الصوتي اللي كان موجود معانا على التليفون، هتروح عندك هنا ده الفيديو تمام، هيبدأ يشغل لك الفيديو اللي هو بيتكلم عن البرد الشائع لدى الاطفال. مجرد ما بتيجي تشغل الفيديو هو بيعمل لك احلى برزنتيشن تشوفه في حياتك علشان تقدر تقدمه للدكتور، او حتى كمان انت تقدر تذاكر منه عادي جدا. فهو بيعمل لك البرانشز او بيعمل لك الفروع، التقسيمات الخاصه بالمنهج بتاعك علشان انت تفهمها بصوت والصوره. طبعا كل ده بنتكلم على افضل تطبيقات تلخيص انا شفتها في حياتي لحد حالا، يا ريتني كنت عرفتها ايام الجامعه، بس يعني او هي نزلت ايام الجامعه، بصراحه كانت هتخدمني جامد جدا جدا جدا. كده شرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. هسيب لك اسم التطبيق موجود في التعليقات او الوصف. اشوفكم في حلقه جديده، ودمتم بخير، سلام.